السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم جيده البنات؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم البنات كما كتشوفوا فيديو جديد، جبت لكم هضر شيما هذه اللي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. مهمه البنات كنلقاوها في لي فوتو، مخدومه في الفيديو بياس، مخدومه في بياسه وحده. هي بسيطه ولكن كتجي رويق يا البنات، كتجي شي حاجه رائعه. والخدمه ديالها ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، سهله البنات. بالنسبه للبنات المبتدئات كما ديما تنقول لكم راها سهله البنات، ما فيها حتى شي حاجه صعيبه، غير بالخاطر راه غتقدوها وكتجي رويقيه. المهم البنات بالنسبه للخدمه ديال هاد ديال هاد الرشيمه هادي، كما كتشوفوا خديت دابا الصبره، غنبدا نرشم نخدم معكم هاد البلايصه هادي. خديت الصبره البنات اربعه الشعرات، برمتها على اربعه الشعرات، ماشي خدمتها البنات بالحرير المبروم، كنت ديما كنخدم الطرز الباطي بالحرير المبروم. مي هاد البياسه هادي خدمتها بالصبره. المهم البنات هنايا راني باديه خدامه في هاد العريج هذا، خدمتو بالرباطي باليد كما كتشوفوا، كطلع البنات تكون رائع. غيب شويه البنات ودقه كما كنقول لكم دائما دقه حدا اختها بشويه عليا باش كتجيني الخدمه متقونه وكتجيني مرصيه وغزاله ومفينيه، ما تيكون فيها حتى شي ديفو لعيب. المهم البنات بشويه عليا، وكما تنقول لكم دائما باش ما يتشنتفش لكم حتى الخيط، كنخدم شويه بشويه، يعني كنعطي الخاطر باش الخيط ما يتشنتفش ليا. راكم عارفين بلي الصبره هذا هو الديفو ديالها، كتشنتف مي كتشنتف غير ملي كتكوني خدامه بها، ملي كتسالي البياسه وكتصلح كتبقى يعني كتبقى زوينه. مهم البنات هاد البياسه هادي خدمتها بالبريد كما كتشوفوا، الدويدات خدمتها في وريقات في الدويدات، وخدمتها بالغرزه الفرنسيه، خدمتها بالعقيق، تنبات العقيق، خدمت بالعقيق الماتسون وخدمت فيه بالبرونز، لون البرونز وداك المارو تقريبا في لون التوب، وخدمت داك بلو بيترول في البرونز حتى هو. المهم البنات اللي غيسولوني منين جبت بلو بيترول، زعما تا نسقتو مع اللون وهذا، مي البنات راه غزال. انا حيت البياسه هاد الشليلي بهادي دو بياس، القفطان التحتاني فيه هاد اللون، راه غتشوفوا في نهايه الفيديو راني وريتو لكم واحد اللوين ديالو في الغوز، غوز نيود، غوز بارد، وفيه هاد البلو بيترول، وهو باش خدمت في الفوق، يعني باش انني ندير تناسق ما بين البياسه التحتانيه وما بين البياسه اللي غتجي في الفوق. مهم هذا هو البنات العريش ديالي، راني خدمته كملته كامل في الخدمه. كما تنقول لكم دائما دقه حدا اختها، وانا كندور وغاديه مع الرسمه ديالي، الرسم ديالي ديال الرشيمه بشويه بشويه حتى كنكمل العريش ديالي. هاني البنات هنا كملتوها، هو كما كتشوفوا كيجي متقون ورائع البنات. بالنسبه للتلفينيسيون من التحت البنات، حاولوا انكم تعقدوا مزيان وتقطعوا الخيط وتكون عندكم الخدمه متقونه. هنا البنات غنخدموا حتى هو بالطرز، غنخدموا بالسقلي في البرونز، انا كنخدم بالتيتانيك البنات. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني باش كنخدم، كنخدم بالتيتانيك. هنا البنات غندير الغرزه المدفونه، غنخدم جوج خيوط وغنبدا كندير غرزه كندفنها، غرزه كنحطها في داك التراساج هكا باش غادي تلاحظوها البنات في لا فيديو هكا، باش ما كيجينيش داك الاسباس مزاحم عندي، وحتى كتكون عندي دقات ديال الوريضه ديالي من على برا كيجيوني يعني دقه حدا اختها، يعني ما كنفرقهمش. المهم البنات انا كنبدا من الوسط هكا باش كنعرف العبار ديالي وكنبقى غاديه معاه وما كنغلطش في الرسمه ديالي. المهم البنات هكا حتى كنكملو كاملو، كنطرزو كاملو. المهم كما كتشوفوا البنات هذا اللوين هذا جرائع جدا، عجبني انا صراحه، حمقني
هو كامل صراحة التصوير راه ما عطاش حقه مي اون ديريكت البنات راه كيبان غزال صراحة كيبان غزال كيحمق و حتى حيت جلابة تبارك الله ما شاء الله دو بياس التحتاني مخدوم بالراندة والفوقاني مخدوم على شعرة بالقطيب على شعرة صراحة جات رويق يا هاد جلي اللي بطلعت لمولاتها الله يعطيها الصحة طلعت ليها رائعة جدا مهمة البنات هنا راني طرزتها كاملة طرزت النصف وغنرجع للنصف الاخر بالنسبة للبنات اللي كيحطوا لي اسئلة بزاف ديال الاسئلة اللي كيوصلوني علاش ما كتصوريش معنا لي موديل ملي كيسالي وعلاش ما اختي ورينا الرشيمات حطينا رشيمات والله البنات الا راني كندير ما في جهدي والله العظيم الا كندير ما في جهدي ما عندناش الوقت عرفتوا دابا الزيار العواش تبارك الله ما شاء الله كيكون الزيار بزاف يعني والخدمه بزاف والله الا كنحاول انني ما بالامكان نصور دي فيديو نحطهم هكا باش نبقى اكتيف ونبقى على التواصل معكم ومع ذلك البنات والله ما كيكفيني الوقت والله ما كيكفي رمضان تبارك الله ما شاء الله دغيا كيدوز والله الا دغيا كيدوز من الحمد لله الحمد لله المهم البنات كما كتشوفوا الرشيمه ديالي قربت نكملها بالنسبه للسؤال اللي قلت لكم سولوا لي بزاف ديال البنات على الجليلبات كيفاش كيطلعوا في الاخر المهم البنات راه يعني كنحط لكم الموديل في اخر الفيديو حاولوا غير تكملوا الفيديو راه كنحط لكم الشكل النهائي اكثريه نحط الشكل النهائي الا ما حطيتوش في الفيديو راني كنحطه في فيديو واحد اخر ضروري كنحط الشكل النهائي ديال البياس كيفاش طلعوا مهم هاني هنا غادي نكون كملت الطرز ديالي بالنسبه للرشيمات السؤال ديال الرشيمات راني كنحطهم كاين فيديو حطيته على الرشيمات اللي خدمت شحال من رشمه تقريبا شي 5 درشامي حطيتهم لكم في الفيديو بالمقاييس ديالهم بالانواع ديال العقيق باش كنخدم وكل شيء وتنحطهم حتى في المنتدى كنحطهم حتى في المنتدى وتنحطهم حتى في الانستغرام بالنسبه للبنات اللي بغاوهم يدخلوا عندي الانستغرام المهمه البنات هنا راني خدمت الغرزه الفرنسيه عمرت ديك الدائره هذيك انا عمرها بالغرزه الفرنسيه كما العاده البنات الغرزه الفرنسيه وبطريقتي طبعا طريقتي البنات هاد الغرزه هذه خصوصا في هاد البرونز هذا كنبغي نخدمها بهالطريقه هذه كتجي سهله ونفس النتيجه نفس النتيجه ديال الغرزه الفرنسيه اللي كيديروا جميع المعلمات غير كنطلع الخيط وكنعقدو مزيان وكنعاود نردو لتحت ونعاود نطلعو كما كتشوفوا يعني ساهله البنات وبسيطه ما فيها حتى شي حاجه صعيبه سهله بزاف بزاف ما فيها حتى شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف ديال البنات اللي تيخليو ليا كومونتيرات على هاد الغرزه الفرنسيه عجبتهم الطريقه شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم كنشكركم بزاف صراحه التعاليق ديالكم هما اللي كيخليونا نعاودوا نحطوا لي فيديو هكا ونتشجعوا ونزيروا راسنا شويه مع ضيق الوقت طبعا من الحمد لله هاد لي كومونتير ديالكم هما اللي كيعطيونا شحنه ديال الطاقه طبعا المهمه البنات هاني كملتها صراحه كتكمل هذه في ساعه سهله بزاف دغيا كطلع بها الجلابه دغيا كطلع بها البياسه الرشيمه ديالك دغيا كطلعيها بهذه الطريقه ديال هذه الغرزه هذه وهي كما كتشوفوا كتعطي نفس النتيجه وممكن احسن انا كتجيني احسن يعني كتجي متقونه احسن كما كنقول لكم دائما الفينيسيون من تحت البنات ما تنبغيش ديك الخدمه اللي كتكون كلها طلقه خيوط من التحت وما فينياش ضروري البنات تفينيو الخدمه ديالكم تجي متقونه من التحت هانتوما كما كتشوفوا خدمتها بالغرزه الفرنسيه الدويدات طرز رباطي اليد تنبات جات غزاله البنات جات رويق يا رشمه غنحاول نشاركها معكم ان شاء الله الشكل ديالها النهائي في فيديو اخر ان شاء الله مهمه البنات هانتوما كما كتشوفوا قلت لكم اللوين اللي درت باش طرزت راه جبتو من دو بياس لتحت وهاني خدمتها هذه بالرنده
بكوزة ديال الرنضة مع كرميت في الجناب مهمة.